وشنك. يلا يا واد يلا يا واد اقطعك اخلص عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم رانا حازم. اليوم جايب لكم لعبة في ار، يمكن هذا اول فيديو في قناة ترو جيمنج انزل شيء عن في ار، فشفت لعبة كذا ظريفة شوية اليوم في اليوتيوب، فقلت خلينا انزل عنها. رجل آلي نينجا ومعاه مسدس، يعني عن ام الفلة فاهم. وخلينا نبدأ بسرعة، تلاقون اسم اللعبة وكل شيء تحت الديسكريبشن. صح 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 صح، اذا حبيتوا مقاطع الفي ار قولوا لنا، قولوا لنا ايش افضل العاب في ار عندكم عشان انزل لكم اياها في المقاطع الجايه. اوكي تمام تمام. ولد معايا مسدسات. واو 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 يا غدار شايفك. طب هي نلعب معاكم. استنى يا عندي سيفين ترى، يعني خلينا شويه ندلع بعض، يعني خلينا اوريكم وصول الضيافه. ايش فيك ما انت راضي تجي معايا مسدسك؟ والله مشوار كذا 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 فم جايب اني اقدر عليك. شوف جاي لا تخاف. واو خلينا شك يا هو يا ابوي. ايش السيف الخربان ذا يا جماعه؟ ايش سيفكم تعبان؟ اوه انت الثاني يا شيخ. دقيقه خلينا نجرب معك. اما انا عارف بين الكاميرا صار دقيقه. استنى وي اوكي كذا دقيقه. استنى فين هذا مسدس معي؟ دقيقه ما اتفقنا. اوكي الظاهر انه لازم اخ الوقت. ولد يا نينجا اقدر عليك، تعال اللي بعده. خلينا اقطع السيف هذه شوف، بعدين اجيك اقطع لك رجولك، بعدين يدك مره ثانيه، ثالث رابع خمس سادس. اوكي عيال معلج، بس اني بنسيت معاكم كثير. ولد انا مو قاهرني الا اللي معاه مسدس وراه هناك مدس. ايوه بس جبته. ماتريكس يا ابوي ماتريكس، تعالوا قربوا زياده. واو يخرب بيت يا حيوان. هيا هيا ايش عندك؟ تعال. واو والله ضاع ذي، والله راحت. يخرب بيتك، شايف كيف اجيبك؟ هيا هم. يا ويلك. ما يمديني اوصل هنا؟ انا برا. طيب يلا ربي رحمك هذه المرة. يا اخي هذه المنطقة كريهة شوية، في واحد يجي من ورا. تعال اخلص يا ولد. جيمس بوند اسوي لكم عيال، ايش بيك؟ هيا يا ولد، هيا الاكشن. واو بس بعد على الرصاص اهم شيء. بام اسوي كل حلقات الافلام عليكم، هذا طقطق عليكم. والله ما اكلمك انا تعبت. انا تعبت. استنى اوكي، لا شغلي كويس. واو يا ولد العب هناك. يا ولد مين فيكم؟ وين انا اللمبه هذه؟ خلص مسدس لعبت عليه. طيب اقول لك صراحه، في واحد ثاني دي دوب يسمع صوت. واو هذا قرب زيادة. هنديني يا الله، هذه المنطقة وسخة. ها يو والله هتشت انا. واو السلك. تعالوا والله انا قاعد اجيبه. يا اخي هذا المسدس كاهرني يا
ناس يهو يهو بالمسدس ذا يا اخي هذا كيف جاء قلت كذا جنبي انا بتدلع مع هذا يلا يا تعال تعال واو واو لا ما جبتها صح يا جابه بيا هيد شوت حلو وين هذا واو واو هذا هيد شوت حيوان هيا تعال تعال جرب يا ماما ميا وين استنى 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 في واحد والله قدرت مثلا بدون مطر والله اني فجأة يا هو يا هو لا تلعب معكم ما تبس كل يوم يقول ماما اني جسمي مو برياضي وانا اسوي رياضة والله وين انا واقف دقيقة استنى يا عيال ايش فيكم يا عيال كويس اني جبت بهيد شوت هذا ولد ولد تعال بسرعة اخلص علينا سامعك يا كلب قلب لي على السكينة والله ايوه خلص عليه ولد تعال تعال وين رايح يا ولد انقلع على قده قلع هش 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 يخرب بيتك خربت علي تعال تعال هنا يا عمي انت موت خلاص ما في احد وراي ما ادري حسيت انه في واحد يا حبيبي روق يا جاء فيها رصاصه عارف يا عمي موت اما عديتها والله غير عديتها لا كويس انا رحت هناك استنى 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 يا عيال استنوا انا والله خلاص الظاهر انه هذا اخر جيم بس خليني اتدلع مع هذول شوي خليني اعطي اخر حركاتي ولد 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 يا عمي روح انت هقدر مين في زياده في زياده وقت والله خلصت عليه على طول انا عارف ان ذاك بيطلق عليه يا شيخ موت يا عمي موت يا عمي موت اخر جولة اخر جولة خلاص اخر جولة ماني قادر اسوي شيء ما صعب بالسيف والله صعب بالسيف يا واد ارجع واد يا واد ارجع واد لا يا واد يا واد يعني والله السيف والله ما له داعي يعني انا تقدر اخذ رصاص كذا وي معليش اني سقعت بالغلط حي جدار هذا والله ماني عارف ايش اسوي ما بالسيف ما احس انه كويس ابدا يعني يمكن مع هذا بس حتى ما يقطع زين ما يقطع و
والله ما خليك تقرب، والله ما خليك تقرب. هيا في الشنط، يلا يا واد، يلا يا واد، اقطعك اخلص عليك، اشيل اصابعك من مكانها. هز يا قرب. لا لا خلاص 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 ارهقت. الكاميرا هنا. والله سويت رياضة، والله اني سويت رياضة. كذا نوصل لنهاية المقطع، مشكلة ما عندي لياقة، لو عندي لياقة ولا كنت كملت. يعطيكم الف عافية على المتابعة، إذا عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة عشان تابي ممكن نوصل 10,000 لايك. مو مين مرة كثير عليكم، أعرف إنكم رجال تقدروا توصلون أكثر. وقولوا لنا زي ما قلت لكم في الكومنتس، اكتبوا تحت وش ألعاب الفي آر ودكم تشوفونها؟ وإذا عجبتكم السلسلة ودكم نكمل فيها ولا لا؟ سلام.